هلاي دكتور عبد كويس. الله، حياك الله. ما يحتاج يعني غني عن التعريف، بس ما يمنع بعد تعرفنا بدكتور عبد الله وعلاقته مع. انا عبد الله بن جنيدب، عندي اسمين، اخو هيا ونعم وهذا الاسم القديم، لكن اسمي الجديد الان زوج سعادة الدكتورة، ونعم هذا اللي اخذته قبل ما ادري اسبوعين ما ادري كم. انا عبد الله بن جنيدب ومشاغب نوعا ما، واحد خالط بين اهل مكة وبين البادية، بني عم سلطان. فأنا جاء مجتمع في اختلاط بين لا انت انتبهوا للهجة، بين حاضرة مكة بادية نجد. وبادية بادية نجد. عالية نجد. فغير غير درست وصرت دكتور كذا بدون إرادة، فجأة شفت نفسي دكتور، كلها أمور في السماء. المهم وصلت أنا الآن دكتور متكي ومصمم للحرم، أنا المصمم الرئيسي للحرم. هذا عشان بس مصمم رئيس الحرم أي مرحلة دكتور؟ لأن كثر الجدل في السوسيال ميديا، عليكم كل الجدل، هذا يدعي وصلا بليلى. ما عليكم الجدل، هذا السؤال وذول اللي فجأة طلعوا أنهم طلعوا جامعة الملك سعود كذا بطريقة صريحة، سوالف لا تصدقونهم لا من قريب ولا من بعيد، لا لهم علاقة نهائيا لا من قريب ولا من بعيد. وترى أنا نسيت أقول لكم، ترى الخلاف ليس في موضوع، ما هم مقرين لعبد الله بن جنيدي بالتصميم ك100%، هي الخلاف بس يقول لك منطلقة الفكرة، يعني عبد الله بن السلام جنيدي عليكم. والمهندسين اللي السلام معاه، مهندس. يعني ما نقدر ننطلق فكرة إلا الأخ اللي يقول إيش أنا وأربعين طالب من طلابي جالسين متكين وحنا اللي أعطيناها، ما يعني يعني وإيش كيف المنطلق؟ قال والله عشان حنا سويناها في راديال، يعني خطوط مركزية من الكعبة، وفي واحد خبل، في واحد خبل بيصمم في المنطقة دي، يعني بيسويها يعني مثلثات ولا بيسويها دوائر، يعني سوالف بس سوالف. تصميمه اصلا ما له علاقه بالموضوع، كانت عباره عن 3 صالات افراح، ما دام انهم دحين هم ناويين البهلله، هم تصميمهم ليس الا 3 صالات افراح محطوطه مرميه. يوم حللوها الرياجيل كانت عباره عن كارثه امنيه، عباره عن السيميليشن، اللي يعرف السيميليشن واداره الحشود، قامت الحشود، كانت عباره عن كارثه امنيه كده. عندي التحاليل، انا مره حطيتها مقايده لهم، حطيت التحاليل حقت الفكره حقتهم موجوده، لا والله مسحتها، يعني طفشت منهم واصبحت اعتقد انه اقل اهميه من اني ارد عليهم، فده مسحتها في الاول، يعني في الاول كده صابتني النعره اني ابغى ارد عليهم. اكتشفت في ليله من الليالي ان الموضوع ما يستحق اصلا الرد عليهم، فشلت التغريدات كلها. لكنهم ما لهم علاقة، النتيجة ما لهم ولا علاقة لا من قريب ولا من بعيد. هم الخلاف انتبهوا في انطلاقة الفكرة، نتكلم 1% من العمل في الخلاف على واحد، لا والخلاف ايه بعد، نسيت شيء ثاني، موضوع مشاريع الحرم، ما لهم هم جالسين يلبسوا على الناس انهم مع بعض حمل، مع ان هم الكلام كله على فقط مبنى توسعة الملك عبد الله، التوسعة الثالثة فقط لا غير، وتوسعة الثالثة عبارة عن المبنى لا يشكل إلا 30% من حجم المشروع. هم يقول لك إيه صحيح إحنا بس مبنى التوسعة، طيب بمبنى التوسعة نتكلم عن الفكرة، يعني أقل من 1%، لا والله أقل كثير، 1% في الموضوع اللي بين الاشتباك، وال1% ما لهم علاقة فيه. خلصت القصة، واسمعوا من عبد الله بن جنيدي، تسمعون انتم شفتوا واحد منهم طلع في الواجهة؟ لا انتم شفتوا احد يطلع في الواجهة منهم؟ لا، لا، يقول أنا جبت لهم تحدي وقلت لهم يطلع اي واحد يناقشني. يا شيخ 5 دقائق واعلمكم اصلا مو داري ايش الموضوع. 5 دقائق وخلى قدام الله وخلقه ان كان هو مصمم يطلع، اعطيه بس سؤالين.